عيون جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. أشواطنا مستمرة مشاهدينا متابعينا الكرام، والانطلاقات في هذا التحدي والانطلاق المثير على أرضية هذا الميدان، انطلاقة سليمة لشوط الختام في تحديات هذا الشوط، شوطنا السادس عشر، شوط خاص بالإذاعة الجعدان، المهجنات الأصايل وشعارات أبناء القبائل الحاضرة بكل قوة في هذا الانطلاق، نسير بالصدارة. نتابع البداية والمقدمة وأرى مشعل من قاد المجموعة بشعار خليفة بن سلطان بن خليفة بن حاسوم الدرمكي، من ينطلق ويندفع بناموس هذا الشوط منذ البداية، يلي مع المركز الثاني يتقدم منهم لمحمد بن سعيد بن محمد النعيمي، ياتي على مستوى المركز الثاني شعار بن غفينة، المركز الثالث يصل يتقدم ناصي لسالم بن محمد بن ضبيعة الكتبي، وعلى مستوى المركز الرابع من الجانب الآخر أرى التقدم في هذه اللحظات المداهم بشعار سعيد بن هلال بن سالمين الخيلي، بينما إذا انطلقنا مع المركز الخامس أرى التسلل والقدوم في هذه اللحظات منظاري لسيب بن سالم بن شميل الراشدي، من يتابع ضاري بهذا الانطلاق، أيضا له سجلات حافلة بالإنجازات. نسير مشاهدينا متابعينا الكرام مع المركز السادس، وأرى رايق ياتي سادسا لراشد بن سالم بن سعيد المسافري، وعلى مستوى المركز السابع أرى هني معروف فري بن راشد بن سرداح الكتبي، يقدم معروف مع المركز السابع والثامن. المشاهدين متابعينا الكرام تحديات ضرغام لعلي بن سالم بن حمد الكتبي، بينما اذا انطلقنا مع المركز التاسع بارى تحديات شاهين لمحمد بن حمد العويسي، ومع المركز العاشر ياتي متعب لمحمد بن راشد بن سعيد بالغافرية الفلاسي، من ينطلق بدوره مع المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للعشر المراكز المتقدمة، ولكن لنا عودة مع الصدارة والبداية والمقدمة والكوكبة رباعية على مقدمة هذا الشوط مع الكادر العلوي لقناة دبي ريسنج بتقدم وانطلاق انطلاقي وتحدياتي. ناصي لسالم بن محمد بن ضبيعة الكتبي يشق طريقه للانتصار لناموس هذا الشوط في ختام هذه الاشواط، وسن الاذاعه سن الامتاع. المركز الثاني ياتي ملهم لمحمد بن سعيد بن محمد بن غفينه النعيمي، ثالث المراكز من الجانب الاخر مداهم يبيداهم الصداره بتقدم وتحديات وانطلاقه سعيد بن هلال بن سالمين الخيالي، ياتي بدوره مع المركز الثالث. المركز الرابع ياتي ضاري لسيب سالم بن شميل الراشدي، خلي بالك اهالي مغافه يتابعون هذا الانطلاق وتحديات ضاري مع المركز الرابع المركز الخامس. القدوم مشاهدينا متابعينا الكرام ياتي مشعل مع هذا الانطلاق بشعار خليفه بن سلطان بن خليفه بن حسوم الدرمكي، ولكن ارى الاسامي القادمه والتحديات من معروف فري بن راشد بن سرداح الكتبي يتقدم في هذه اللحظات، ومن الجانب الاخر متعب لمحمد بن راشد بن سعيد بالغافريه يتسلل بدوره مع المركز السادس، المركز الثامن، والانطلاق والتحديات القادمة مع الفارس لسالم بن خلفان بن علي الكتبي. تاسعا مشاهدينا متابعينا الكرام وصلت الأسامي في هذه اللحظات، شاهين لمحمد بن حمد العويسي، ومن الجانب الآخر نتابع رايق لراشد بن سالم بن سعيد المسافري. هذه نتيجتنا للمراكز المتقدمة، ولكن منعود مع الصدارة. نتابع البداية والمقدمة والتحديات الرائعة، أصبحت ثنائية بتقدم وتحديات بالضبيعة، من يق...
يقدم، من يقدم ناصي، سالم بن محمد بن ضبيع الكتبي يقدم ناصي، والشعار بن غفينه قادم بتحديات ملهم، محمد بن سعيد بن محمد بن غفينه النعيمي يتسلل بدوره مع المركز الثاني، غادرنا لوحه الكيل المتر الاخير، الكيل المثير، تحديات هذا الشوط والصداره بتقدم ناصي ملهم مع المركز الثاني بكلام جميع ايضا بدون تعليمات، عروض تلقائيه في ختام هذه الاشواط، ولكن ناصي من يسيطر، من يسيطر على المقدمه بعروض تلقائيه حتى هذه اللحظات، سالم بن محمد بالضبيعه يتابع، يتابع ناصي، صدرت الاوامر، صدرت الاوامر، انطلق الجميع ملهم ملهم ملهم، ينطلق بناموس هذا الشوط، محمد بن سعيد بن محمد بن غفينه النعيمي راح راح بناموس هذا الشوط، يتابع يتابع بهذا التقدم في اللحظات، في اللحظات الاخيره، ما شاء الله تبارك الله، ليهدي السلامات لاهالي مزيد واهالي الظاهر بمدينه العين، اسعدت صباحا، تهانينا لمحمد بن سعيد بن محمد بن غفينه النعيمي، وتقدم ملهم باعد المسافه، باعد المسافه، انفرد في اللحظات الاخيره، سلام سلام للعين، سلام، اسعدت صباحا، تهانينا لمحمد بن سعيد بن غفينه النعيمي على هذا التقدم الواضح في اللحظات الاخيره، ولحظات وصول ملهم الى خط نهايه المركز الثاني، ناصي لسالم بن محمد وضبيعه الكتبي، ومع المركز الثالث جاء متعب لمحمد بن راشد بن سعيد الغافرية، المركز الرابع معروف لفري بن راشد بن سرداح، ومع المركز الخامس مشاهدينا متابعينا الكرام هي لحظات الوصول مشاهدينا متابعينا الكرام، نتابع أيضا التوقيت في اللحظات الأخيرة بهذا الأداء المتميز وهذا الانطلاق الرائع اللي قدمه ملهم، تهانينا لمحمد بن سعيد بن محمد بن غفينة النعيمي بتوقيت زمني مقداره 7 دقائق 42 ثانية جزئين من الثانية، سلامات لأهالي العين، بينما اللي وصل مع المركز الثاني جاء ناصي بالتوقيت الزمني، تهانينا لسالم بن محمد بن ضبيع الكتبي، توقيت الزمني 7 دقائق 45 ثانية بالوفاء والتمام، بينما اللي وصل مع المركز الثالث مشاهدينا متابعينا الكرام، هذه لحظات الوصول مع المركز الثالث، سبع دقائق 50 ثانية 6 أجزاء من الثانية، هو توقيت متعب، تهانينا لمحمد بن راشد بن سعيد بالغافرية، تهانينا للجميع والناموس، وإلى ملخص سباق هذا الصباح.